بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم أيها الإخوة المتابعون جميعا، بعدين نتابع هذه الانطلاقات في هذه الأمسية التي شهدت الكثير والكثير ما شاء الله من الشعارات التي حطت هنا في الميدان الزكي مع هذا المهرجان الختامي الكبير. بعدين معكم نتابع هذه الشعارات التي دائما مشاهدينا ما تأتي بالعلوم الغانمة والزينة لكل محبيها ملاكها. الشوط العاشر والخاص بالزلل المهجنات الأصايل الذين أيضا مشاهدي الأعزاء سوف نتابع معركة قوية ونتابع معكم شعارات لها أهمية. المقدمة والمركز الأول والصدارة، من تقدمت بالصدارة ومن تصدرت في هذه اللحظات. كما نتابع طشة وطشة مشاهدينا مملوكة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مشاهدينا في هذا الانطلاق الجميل والمميز الكبير. ما شفنا هذا الشعار في أول أشواط هذه الأمسية الجميلة. نقلة أخرى غادمة مع المركز الثاني والغدوم مشاهدينا كما نتابع هناك الدخول مع سلام مملوكة لسلطان بن محمد العائل الكتبي الذي ايضا تقدم شعار ابو محمد بهذا التقدم الجميل. نقلة اخرى قادمة وشعار جميل هناك بلابل مملوكة لحمد بن راشد بن غدير ايضا صاحبة شوط رئيس هذا الشعار اليوم وايضا شعار له سجلات. نعود ونتابع النقلة الرابعة والغدوم والتقدم اللي هي كما ذكرناها بابل. نعم بابل الواثق. ونعود للمركز الان الرابع والغدوم هناك مع مرموق ولمملوك لعبد الله ابن علي ابن محمد هناك الشالولي الذي يتقدم مشاهدينا بهذا التقدم في المركز الرابع. نقلة الخامسة هناك الغدوم مع تقدم اخر ومع دخول اخر ومع شعار له انجازاته وله ايضا هناك محبي مشاهدينا. يا سلام وصلت الطائف مشاهدينا ليتقدم سالم بن احمد بن دري الفلاحي راعي مبشر حاضر مشاهدينا من خلال هذا الانطلاق وهذا الشوط بهذا الشعار الشطرنجي الجميل. نعود ونتابع معكم شعار اخر قادم، شعار اقتصادي ايضا له اهميته وجماهير، شعار سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري الذي دائما يظهر في كل وقت وكل حين مع الفائزة مشاهدينا. يا سلام هذه الشعارات اللي نتوقعها في الختام ما شاء الله. هناك ايضا شعار قادم وانطلاق اخر مع هناك ما شاء الله هجار وصلت في هذه اللحظات كما نتابع او هجار لاحمد بن علي مكتوم بن الشيب السبوسي. نعم شعار مع انجازاته متواجد شعار ايضا السبوسي. نعود مشاهدينا مع المركز السابع والدخول والغدوم هناك الوصول مع سهرة مشاهدي الاعزاء مملوكة لمحمد بن عبد الله بن ابن سبعين المحرمي. يا سلام يا سلام هنا ايضا الدخول يا سلام يا ابن سبعين والغادم احلى والغدوم الاخر وصل المركز التاسع. ايضا نقلة اخرى مع شعار الاقتصادي محمد بن غارب بن حمودة الظاهري يتقدم مشاهدينا مع بغداد مع بغداد. الله شوفوا المركز العاشر التي وصلت الان وبدأت تتسلل مع طموح يقدمها مبارك بن محمد بثاني بن قطامي السويدي. يا سلام يا بن قطامي الكل متواجد والشعارات التي ايضا تطرقنا اليها هي التي سوف تشاهدونها في كل وقت وكل حين. شعارات جس النبط بنقول الله الله الله. يا سلام نشوف ونتابع الصدارة وشوفوا اول الشعارات. نعم من الشعارات التي لا انجازاتها ونعود لصدارة الشوط ومقدمة شعار المسند مع سلام
اللي غيرت الان، اللي غير السلام، نعم سلام لسلطان بن محمد بالملعاي، الملعاي ليكتب يا سلام اللي غير، يا سلام عليك يا ابو محمد. هنا يتقدم يتقدم ابو يحيى وينطلق بالصدارة وينفرد بالكاميرا الاولى، فاجأنا يا سلام ابو يحيى دائما في مفاجآته خطير بالملعاي. نعود ونشاهد هنا نتابع المركز الثاني والغدوم مشاهدينا مع انطلاقة المركز الثاني، وكما نتابع طشة طشة للسيد ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، هي القادمة الاخرى، هي التي قادمة وبجوارها، شوف اللي معيتها بمعيتها الفائزة، الفائزة لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري التي وصلت، وصلت ايضا هناك من الجانب الاخر شعار الواثق حمد بن راشد بن غدير مع بابل، بابل يا بابل. الله شوفوا شوفوا الشوط بدأت ترتفع درجته، ترتفع الدرجة رويدا رويدا في السرعة، الله الله. وأيضا هناك المركز الرابع أو الخامسة، الخامسة بغداد لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، الشعار الاقتصادي، شوف اللي وصلت من عمق الميدان وبدأت تسلل، سهرة سهرة لمبارك 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 ومحمد بن عبد الله بن ابو 70، يا سلام هو محمد بن عبد الله بن ابو 70 المحرمي، يدفع بسهره، يدفع بسهره عصريه في هذا اليوم، ما شاء الله وتبارك الرحمن. هناك الوصول، الوصول من وين؟ الوصول من راهيه، وراهيه قادمه، قادمه لظافر بن راشد بن مسعود بن حباب، يا سلام المظفري، يا المظفري يا المظفري، الكل واصل، لكن الدورة بدت بانعطاف، الدورة بدت بانعطاف الى المنصة الرئيسية. الله اللي غيرت الشوط واللي ما زالت، وين يا سلام عليك يا سلام وراعي سلام، سلام على سلام وراعي سلام، يا ابن ملعاي يا ابو يحيى يا سلطان يا ابن محمد الملعاي الاكتبي، هو الذي دفع وصار في الصدارة وجر الشوط، هذه اللي تركت في أول الشوط وآخر كيلو جرة، جرة يا بيحيا جرة الشوط. الله يا سلام، شوفوا 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 التي بدأت، بدأت ببابل، بابل بدأت باندفاع، بابل بدأت بدأت تحس وبدأت تتلفت يمين ويسار لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي، بدأت باندفاع، الشوط بدأ يروح، الشوط بدأ يروح. هناك المسند، المسند بدأ أيضا بغدوم مع طشة، طشة يا سلام يا المسند، وهناك أيضا بجوارها أيضا الغدوم وراهية وسهرة. الله شوفوا راهية التي وصلت مشاهدينا، راهية لأحمد بن علي ومكتوم، هذه اللي وصلت مشاهدينا، راهية لظافر بن راشد، يا سلام يا سلام بن مسعود، يا سلام يقدم لنا المظفري، يقدم راهية ويقدم راهية، والشوط راح، وشوف اللي وصلت بن قطامي، وصل بن قطامي مع طموح طموح طموح، يا سلام مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي، ويا سلام وسهرة قادمة وبن قطامي قادم، لكن ابو يحيى خلونا مع ابو يحيى، الشوط راح ما شاء الله، والعصا امنة، العصا في البطان، يا ابو يحيى يا سلام يا الملعاي يا الاكتبي، هنا يقدم لنا بالمركز الاول بالصدارة بمقدمة الشوط، يا هو شوط ياهو ياهو شوط ياهو. الله شوف المنصة وشوف الواثق، الواثق الواثق يدفع ببابل، بابل بابل، الله الله. انا عطني لقطة لابن بلعاي ولقطة لابن غدير هنا وهناك، يا دايركتر يا دايركتر، الله الله الله، شوفوا شوفوا المخرج يتفنن في هذا النقل الحي والمباشر، شوفوا وطموح وصل الطموح، طموح طموح يا بن قطامي، بن قطامي بن قطامي والمسند وبن ملعاي في الصدارة، يا سلام بن ملعاي، يا ابو يحيى يا ابو يحيى، اشوف اشوف الواثق الواثق، بابل 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 بابل، حمد بن راشد بن قطامي يدفع، بن قطامي السويدي، طموح 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 طموح،
مبارك بن محمد الثاني بن قطامي. يا سلام يغير مع بابل، بابل غيرت وبن قطامي اندفع والمسند حرك. والصعب 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 وصل والمسند وصل وراهي وصلت لمحمد بن سلطان بن مرخان في المركز الرابع. الله على الشوط، الشوط شوط والشوط غير والأداء غير والمعركة طاحنة. حركوهن راح في الصدارة، بن قطامي راح، بن قطامي، بن قطامي راح. روح مع الطموح يا طموح، راعي الطموح، راعي الطموح، راح بن قطامي. يا السلام وبابل مبارك بن قطامي، وهناك بابل لحمد بن راشد بن غدير. الله على الشوط، هذين اثنين استبق من بين. وشوف اللي وصل مركز الثالث، وصلت ايضا هناك في المركز الثالث. اعتذار عبيد بن حميد بن احمد الدرعي، لكن خلوني مع بن قطامي، بن قطامي مع الطموح، بن قطامي بن غدير مع بابل وطموح، طموح طموح يا بن قطامي. مبارك بن قطامي وحمد بن راشد. يا سلام على الشوط، على الاداء، على السرعه، على الاداء. طارن طارن نزل الطارن، طارن ما شاء الله. ياهو يا سلام بالفعل، سلام ند الشبه، سلام سلام للمره الثانيه على الدوالي. يا مبارك يا بن قطامي يا بن ثاني. يا سلام يا السويدي، يا السويدي، سلام ند الشبه، سلام 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 سعد الزرعي، سلام على هذا التطوير الممتاز. صفت حامة البودرة، تهانينا. المركز الثاني مشاهدينا، مشاهدينا هناك ايضا بابل لراشد بن حمد بن غدير. والمركز الثالث اعتذار لعبيد بن حميد بن حمد الدرعي. والمركز الرابع 41 راهية لسعد محمد السلطان مرخان. والمركز الرابع والخامس، الخامسة وصلت لها كما هي، سلام 39 كانت. الخامسة عند اللجنة، ونعود لمخرجنا. شكرا مخرج، هذه هي ساعات وصول 12 دقيقة 36 ثلاثة أجزاء من الثانية، 12 دقيقة 26 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا لمبارك بن قطامي، محمد بن قطامي على هذا الفوز السويدي. سلام ند الشبه، سلام المرة الثانية على التوالي. المركز الثاني 12 دقيقة، بابل لراشد حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، وقدمها لنا في توقيت 12:28 وفاء وتماما. تهانينا للواثق. والمركز الثالث، الثالث هناك دخول كان من قبل اعتذار عبيد بن حميد بن حمد الدرعي، وقطعت المسافة زمن وقدره 12:34 وفاء وتماما. سلام ايضا لمصانع الجنوب، ونحيل الميكروفون الى الزميل، الى احد الزملاء، ووصفة اخرى وشوط اخر.